السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. لايف صغير كده، احنا بنتشرف بيكم و يهمنا ان انتم دايما تكونوا مبسوطين. احنا مش عارف ليه الفترة اللي فاتت كانت بوستاتنا رخمة وبايخة وفيها وجع قلب وزعل وزهق. المهم بس ايه، احنا وفي وبرضه الفترة اللي فاتت خدنا بالنا ان في هجوم علينا، دي حاجة كويسة دي حاجة وحشة. ربنا يهدي الجميع ويصلح حال الجميع. احنا بنقول احنا الحمد لله شغالين، الناس كلها مبسوطة مننا ودي حاجة تبسطنا. لحد امبارح انتهت كده البوستات بتاعة الفرشة الاولانية وتحديث الفرشة القديمة. طبعا كالمعتاد اللي عارفنا عارف ان احنا لازم بنكون واخدين اذن كل الناس اللي متواجدين جوه المكتب قبل ما بنصور، فده احتراما للناس دي. فاحنا كل الناس دلوقتي واخدين اذنهم في التصوير، جميل. فاحنا لحد امبارح عملنا كده اعادة نشر لكل اللي عندنا وللفرشة رقم واحد. وقبل ما نخش في الفرشة رقم اتنين، كل سنة وانتم طيبين، هعمل لكم النهاردة بوستات مجمعة، يعني بوست متجمع فيه كل شغل الأطفال، وبوست متجمع فيه كل شغل الحريمي، وبوست متجمع فيه كل شغل الرجالي. ده برضو كده هتبقى الموضوع في حصر كويس. ومش بس كده، وهنعمل بقى الكلام ده في فيديو علشان اللي حابين الفيديوهات يشوفوها، اللي حابين البوستات المجمعة، وتحت كل صورة هيبقى فيه وصف وسعر. فأنا مش هحط أسعار علشان على الصورة نفسها عشان الناس تعرف تاكل عيش من ورانا بعد إذنك يا أختي، عشان الناس تعرف تاكل عيش من ورانا. فهيبقى في شرح تحت الصورة مش على الصورة عشان الناس تعرف تشتغل من ورانا. وربنا يجعلنا سبب. ربنا يخليك يا أختنا عمار، أم عمار ربنا يبارك فيكي، من الناس المحترمة الأفاضل اللي احنا بنتشرف وبنتبارك بيهم في المكتب. فيبقى عايز أقول حاجة، عايز أقول إيه بس بعد إذنك أخش الأوضة اللي جوه دي بعد إذنك يا أختي. عايز أقول حاجة، الباب مفتوح لإيه؟ لأن أنت لو عندك اقتراح، لو أنت عندك حاجة، لو أنت عايزنا يا سيدي نعمل لك حاجة مخصوص، لو أنت عايز عرض، لو أقسم بالله هعمل الكلام ده. يعني شوف بقى، يعني إحنا عموما إحنا في آخر أسبوع في رمضان في شوية مفاجآت كده لكل الناس هتنزل، ولكن اللي عايز حاجة نعملها أنا ما عنديش مانع والله العظيم. عايز نعمل لكم عروض أطفال، نعمل لكم عروض أطفال، نعمل لكم رجاء، شوفوا اللي انتوا عايزينه ايه، احنا في خدمة الناس واحنا من الناس، تمام. دي فرشتنا. معلش التليفون ضرب، نسيت اعمله اوفلاين، فما علينا. فده مكانكم وده مكتبكم، وزي ما بقول لكم احنا امبارح بس خلصنا نشر البوستات بتاعة الفرشة الاولانية، وعملنا تحديث لكل القديم، تمام كده. وهنبدأ بقى من النهاردة هنعمل بوستات مجمعة بقى لكل الأصناف، الرجالي في بوست واحد، لكل الأصناف الحريمي في بوست واحد، لكل الأصناف الأطفال في بوست واحد. أفكركم سريعا كده بالنظام عندنا عشان مش عايز أطول في اللايف ده، لأن اللايف لما بيطول الناس ما بتخشش تشوفه. الدخول عندنا بأسبقية الوصول، الأولوية لعميل الجملة، الأسبقية للعميل اللي جاي من على سفر، الدخول المكتب لابس كمامة. ربنا يبارك فيك يا أخت طنط إيمان، ربنا يعزك يا رب. أستاذ محمد حسن كل سنة وحضرتك طيب. التليفون عمال يضرب حبك يعني دلوقتي، عيني في أخت أم عمار. فعلا معاك حق، احنا مقصرين في الملابس الداخلي للأطفال، بس ده عن تعمد، أنا ما بحبش أخش في الكارير ده، ولكن طالما عايزاه حاضر عينينا يتواجد. ربنا يخليك يا مصطفى بيه، نجيب لك الحاجه. على فكره انا رديت على حضرتك وقلت لك نبعت لك الحاجه لحد باب البيت، لو صحيا غير قادر على النزول اقسم بالله ما كلام ابعت لك الحاجه لحد باب البيت. فبنفكركم كده، ما عندناش تبديل ولا ترجيع، التبديل والترجيع للعيوب بس في خلال يومين بحد اقصى.
علشان نحافظ على عدم بهدله البضاعه، مش غلاسه ولا رخامه. الدخول المكتب لابس كمامه، توافق على التعقيم وانت داخل، اعزكم الله نظافه الاحذيه وانت داخل، حفاظا عليك وعلينا. ممنوع اصطحاب اطفال، ممنوع القياس داخل المكتب، ممنوع دخول الحمام الا طبعا لو الحالات يعني الحالات الغصب عن الواحد يعني، ده الحمام ملوش سابق انذار، ولكن قدر المستطاع نحاول مظبطين نفسينا حفاظا عليكم وعلينا. عايزين دعوتين حلوين منكم، عايزين دعمكم، لان انا ملاحظ ان الفتره اللي فاتت دي في شويه يعني اللهم اني صايم ناس كده مركزه معانا قوي اليومين اللي فاتوا، ولكن عموما احنا من الناس واحنا بالناس واحنا ملناش اي لازمه من غيركم. انتوا ليكوا الفضل علينا في كل حاجه، واي حاجه احنا بنعملها بنعملها ردا لافضلكم علينا. تمام، احنا ملناش فضل على حد واحنا ملناش جميل على حد. لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو زي زمان، ان انا امشي بالكاميرا كده على صنف صنف واقول لكم سعره، قولوا لي. ولكن هو ده عموما هيتعمل في الفيديوهات المجمعه اللي هتتعمل النهارده ان شاء الله. زي ما بفكركم اخيرا كده قبل ما اقفل اللايف، ان شاء الله انا وانا هتكلم بقى وبختم اللايف هفرجكم بس كده على الحاجه وانا بتكلم. هنعمل بوستات مجمعه فيها بوست واحد للاطفال، بوست واحد للرجالي، بوست واحد للحريمي. هتبقى بوستات مجمعه على الوصف بتاع والله العظيم فكره جامده اللي انت قلتيها، لو جيت اشتغلت معانا خدمتيني خدمه كده اقسم بالله، والله العظيم فكري فيها والله يا ستي. ما هو بيجي من بشتيل وبيجي من الدنيا، اقسم بالله محتاجينك معانا لو فكري فيها. ولو كده ان شاء الله الاسبوعين دول مكانك وتحت امرك. بس فهنعمل بوستات بقى مجمعه للرجال الحريم للاطفال، ومش هنحط اسعار على الصور، هتبقى الاسعار تحت الصوره عشان اخواتنا اللي بياكلوا عيش من ورانا، ربنا يجعلنا سبب دايما ليهم يا رب. ربنا يبارك فيك الاستاذ محمد. انت راجل محترم يا استاذ محمد صادق، انت اكيد اللي احسن مني. مصطفى بيه انت بنتعلم منك الشياكه والاخلاق. الاخت ام عمار انت من الناس المحترمه اللي بتدينا دايما دافع يا ام عمار، ومش عارف اقول لك ايه يعني. انت بتعمل يعني انا فوجئت ان انت عامله لنا على جروبات اكل دعايه لينا وبترشحينا للناس، فانا والله العظيم ما عارف اقول لك ايه كرم الاخلاق ده، وايه الذوق العالي ده، وايه الشياكه دي. ما هي الشياكه دي والذوق العالي ده والاحترام ده اللي بيخلينا نستحمل اللي زي اللي دخل امبارح قال في حقنا شبع بعد جوع. ربنا يسامحك يا عم، انا مش هكلمك يعني. كفايه اخواتي اللي دخلوا ردوا عليك وعملوه معاك، اخواتي المحترمين الافاضل اللي دخلوا رد عليك. استاذ احمد وحشني يا عم احمد، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. فينك يا ابني انت والعيال؟ تنوروني، كلمني يا احمد ربنا يبارك فيك. واحمد بقى ده اللي داخل دلوقتي بيكتب كومنت، ده صديقي شخصي مش عميل مكتب، ده مثلا صديق شخصي من حوالي 20 سنه. بيتقال على الحاج محمد عماره يا عم احمد امبارح واحد داخل بيقول ايه شبع بعد جوع. عارف بقى اللي بيقول عليه شبع بعد جوع ده؟ والله العظيم استقبلته في مكتبي اقسم بالله، هو والراجل اللي كان جاي معاه، وقلت له اتفضل مشكورا، وفضل قاعد من الساعه 1:30 لحد الساعه 3:30 بينقف حاجات، وكل ما اجي استعجله يروح قايل لحد طب خلاص مشيه وانا قاعد، وفضل قاعد لحد بعد 3:30. وبعد ما انا رفضته قلت له لا كفايه كده، قال لا خلاص طب كنسل لي بقى الحاجه دي انا مش عايزها. قلت له خلاص ماشي. طب والله العظيم ورحت حالف يمين ان لا انت هتاخد الحاجه ولا هو انت بتحسس ان انت بتلوي دراع عنان ان انت اللي هترزقنا. خد بعضه ومشي. لما خد بعضه ومشي احنا عشان ناس محترمه، والراجل اللي معاه ملوش اي ذنب ان يتكسر بخاطره، اقسم بالله تواصلنا معاه بالليل، واقسم بالله قلنا له هنبعت لك الحاجه شحن على حسابنا، واقسم بالله بعتنا له هدايا لاولاده على حسابنا. يقوم زميله بقى بالليل يخش يكتب في حقنا كومنت ان احنا شباب بعد جوع. ربنا يسامحك يا عم، احنا بالناس، احنا في خدمه الناس، احنا ملناش اي لازمه من غير الناس. مش هطول عليكم اكتر من كده، مكانكم مفتوح باسمكم ومفتوح عشانكم، ويشرفنا كلنا ان احنا بنخدمكم. كل سنه وانتم طيبين،
رمضان كريم. بفكركم بالبوست اللي هعمله برضو النهاردة اللي هيبقى ثابت باسم رأيك يهمنا وهيبقى ثابت في الصفحة فوق، تخش دايما تقول كل اللي انت عايزه، شتيمة جدعانة، تشكر حاجة مزعلاك، حاجة عايز تقترحها، كل اللي انت عايزه. بقدم خالص الشكر والتقدير للأخت أم عمار اللي غرقتنا بشياكتها وأخلاقها واحترامها، وخالص تحياتي لزوج حضرتك الأخ المحترم الباشا الكبير، ربنا يصلح حالكم يا رب ويخلي لك أولادك، كل سنة وانت طيبين. الأخت وردة البيضة، مفيش حاجة أقسم بالله، ربنا يبارك فيك، الحمد لله إن أنت وصلتي بالسلامة. لا مفيش، بنرحب بالناس، بنقول لهم كل سنة وهم طيبين، وبنقول للناس اللي عايز أي حاجة يبلغنا بيها، إحنا تحت أمر الجميع. على فكرة بفكر الجميع برضه يا جماعة، اللي هي الشنط اللي إحنا كنا عاملينها بتاعة رمضان دي، مش إحنا اللي عاملينها أقصد يعني، اللي حد عاملها وسايبها عندنا، على فكرة ما زالت موجودة، ولو حد عايز منها يبعت يعني، لو حد يعرف حد غير قادر يجي يشرفنا برضو تحت أمره، كسوة مجانية، بس يكون غير قادر ويكون من الناس اللي اتضرت في الـ في الـ في, الـ في الحاجات الأخيرة. مين اللي من غير كمامة؟ انت حضرتك زعلانة ليه يا فندم؟ ايوه يا فندم، ما هو انت صح، عشان انت صح، لو حد يبقى هو اللي غلط، لكن انت صح، المهم ان حضرتك صح، غيرنا عمل حاجة غلط هنقومها دلوقتي، ولكن المهم ان حضرتك اللي صح، هو ده اللي احنا نهتم بيه، ان احنا صح ولا غلط، احنا في خدمة حضرتك. تمام كده وحضرتك طيب. ماشي، مش هنطول عليكم اكتر من كده، هنعمل لكم بوست فوق. المكان يا فندم، المفروض ان انت معانا على الصفحه، فالمفروض يا الاخ او الاخت نونا عوض، فالمفروض ان انت عارف او عارفه ان احنا في 20 شارع الفيروز في عين شمس، اوله من ناحيه مزدحين عين شمس. معانا على الصفحه ازاي؟ منور الصفحه ازاي وانت ما تعرفناش وما تعرفش عنواننا؟ تمام. ف بص، شفت الجنتله؟ شفت اخواتنا بيعملوا ايه؟ شفت ام عمار، الناس ولاد البلد المحترمه. والله العظيم في اخت امبارح، هاني محمد واكونت باسم عبد الله وهاني محمد، والله العظيم هي اللي داخله امبارح بتبيع لنا وبتقنع الناس بينا، اقسم بالله الناس محترمه، دي حاجه تشرفنا وحاجه نتبارك بيكم. اخش انا ساعد علاء بقى شويه علشان افض الاشتباك اللي على الخزنه ده. كل سنه طيبين، رمضان كريم، اي حد له اي اقتراح، اي حد له اي طلب، اي حد عايز اي حاجه في اي حاجه، اخوكم تحت امركم. ربنا يوسع عليكم وعلينا، احنا كويسين بيكم، احنا محترمين بيكم، احنا ناجحين بيكم، ومن غيركم احنا ملناش اي لازمه. تحياتي للجميع، وبفكركم تاني، شير لايك كومنت في ذكر الله، واشتراك في قناه اليوتيوب، يعني شير يعني لايك يعني كومنت في ذكر لله، مسلم او مسيحي يخش يذكر الله عادي جدا، ما فيهاش ايه المشكله يعني، كلنا بنعبد ربنا. واشتراك في قناه يوتيوب المكتب، الراجل بتاع اللي ماسك القناه ده زللني ابن اللذينه، مش عايز يشغل المنتدى، والله العظيم اللي ماسك اليوتيوب ده راجل مش تمام، مش عايز يشغل لنا المنتدى. و ايوه بص، اللايكات الجامده بقى دي، هو ده الكلام، هو دي حبايب المكتب، لايك كومنت في ذكر الله وشير، تمام كده، واشتراك في قناه اليوتيوب لو انت مش معانا على قناه اليوتيوب. والله العظيم بحبكم في الله، اقسم بالله بنحبكم في الله، وربنا يقدرنا دايما ونكون سبب حاجه كويسه لاي حد. يا فندم، الاخت بسمه فاتحين لحد الساعه 8، ربنا يوسع عليك يا اختي وردة البيضة، تحياتي للجميع، انا مبسوط بيكم جدا والله، ربنا يخليك اخت جنة يوسف، ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى كل الناس يا رب، رمضان كريم، السلام عليكم.